للرئيس الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، الأعضاء الكابتن أحمد سليمان، المهندس هاني بيرزي، المهندس هاني شكري، الأستاذ عمرو أدهم، الكابتن حسين السيد، والأستاذ محمد طارق. طيب مين الأعضاء تحت السن؟ الأعضاء تحت السن نيرة الأحمر وأحمد خالد ورامي نصوح. دول ال 12 اللي اتفقنا كلنا على ان احنا نشتغل كتيم وورك واحد، لان احنا بنفضل ما يسمى تيم وورك او عمل مؤسسي. لما حضرتك سالتني ليه النادي المنافس عالي عننا جدا، لان كان الاداره اداره فرديه، احنا النهارده اداره جماعيه، جماعيه مطلقه، لا فرق بين رئيس او عضو تحت سن، كلنا بنشتغل لمصلحه نادي الزمالك. أول بداياتنا تغيير الصورة الذهنية لنادي الزمالك عند الجماهير كلها، وعند ده حتى الناس اللي بتقول لك شكلنا يبقى أحسن، يعني إن شاء الله مش شكلنا يبقى أحسن، نرجع تاني للمستوى العظيم اللي طول عمرنا عارفين فيه نادي الزمالك. طيب ال 12 شخص دول إيه اللي اجتمعوا عليه؟ اجتمعوا على حاجة بسيطة جدا، هي مشاكل النادي إيه؟ مشاكل النادي نبتدي بقى عمل مؤسسي اسمه في مجلس إدارة، في المدير الاجتماعي للنادي، مدير اجتماعي للنادي، يبقى مصلحة جميع أعضاء الجمعية العمومية تبعه بتركيز شديد، ما روش حاجة تانية، وفي مدير تنفيذي للمجلس الإدارة. مدير التنفيذي لمجلس إدارة بينقل الاستراتيجيات بتاعت مجلس الإدارة لما يسمى اللجان. اللجان دي مجموعة من اللجان، وهبتدي أشرح لحضرتك. نبتدي بقى في اللجان دي. طيب عندنا حاجة اسمها ملف اللعبات الرياضية، ملف كرة القدم، احنا مقسمينها كده، ملف كرة القدم دي اللعبة الشعبية الأولى، دي جماهيرية النادي، دي الحاجة اللي كلنا ارتبطنا بالنادي عليها، يبقى ملف كرة القدم ده لوحده، والملف ده هيبقى بيقود فيه الكابتن أحمد سليمان وكابتن حسين السيد، الاثنين على مستوى عالي جدا. وما ننساش الكابتن احمد سليمان في 2014 هو اللي عمل الفرقه اللي هي كسبت فعلا. كابتن حسين السيد ارتبط بيه 6 شهور، يعني راجل ملتزم، يعني عقلاني، بيفكر، يعني انسان فاضل بجد الكابتن حسين السيد، وفي نفس الوقت هو راجل بالورقه والقلم، كل حاجه عنده بالورقه والقلم، بالورقه والقلم، بالورقه ولاد النادي. ولاد النادي في ملف اللعبات الجماعية اللي هم 3 لعبات الجماعية، 3 الباقيين اللي هم هيبقى فيهم السلة وكرة اليد وكرة الطايرة. وبعدين في اللعبات الأخرى اللي احنا بنسميها لعبات شهيدة، احنا مهتمين بيها، لأن كان في سؤال بيقول هل هتهتموا؟ احنا بنهتم بكل ما يسمى اللعبات الرياضية، يعني مثلا حاجة زي الملاكمة. اه طبعا الملاكمه اتلغت، ازاي تتلغي؟ الكروكيه اتلغت ازاي؟ فانا مش بقول بقى ان احنا كمان مش هنهتم باللعبات الفرديه، لا ده احنا هنزود من اللعبات، هنزود من اللعبات. طيب السياسات النقديه بتاعتنا، هيبقى في لجنه اسمها لجنه الاستثمار والتمويل، يرأسها الاستاذ محمد اتريبي ومعاه المهندس هاني بيرزي، وبرضه من الاستراتيجيه. الاستاذ الاتريبي هيكون في مجلس الاداره ولا لا؟ مش في مجلس الاداره، ما انا بقول احنا مش 12 شخص فقط، وعشان كده برضه فطيب ما هي اللجنه الماليه دي لما يبقى رئيسها محمد الاتريبي حاجه عظيمه، يعني هو ده راجل مصرفي كبير يعني. طبعا يا فندم. وانتوا خدتوا منه موافقه ان هو طبعا يا فندم شيء هايل، لو قلت اسمه يبقى خدت موافقه. فده